والسنين خلتك تنسي ان ابنك ليه اب اسمه جابر ابو جديد، ما اسموش زيدان. وانا هسيبك دلوقتي واطلع على جابر اقول له ان انت عندك عيل حلو كده، ونشوف بقى جابر هيديني كام، وبدل الفلوس اللي انت منعها عني دي هاخد منه الطاقه 10. اوعى تنسي ان في ناس كتير قوي نفسهم يعلموا عليك وانا حيشاهم عنك. انا لو فيا سواد هيبقى انت السبب، اقسم بالله يا سحر وحياه ابني اللي هو اغلى حاجه عندي، لو بقك ده اتفتح خليك تتمني الموت.